السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الدرس على الحاشية ديال هاد نصف طوق هذا اللي خدمته سابقا. المهم بالنسبة للناس اللي مهتمين بالطرز الرباطي غتلقاو فيديو اللي قبل من هذا خدمت فيه الطرز الرباطي ديال هاد الخدمة هذه، وكذلك الناس اللي مهتمين بالدرس اللي درت في هاد الخدمة هذه غتلقاو فيديو خاص بهذا الدرس. هذا الخدمة فقط هي اللي ما صورتهاش، سبق ليا وخدمت معاكم راندة سبولة، غتلقاو بزاف ديال الفيديوهات فيهم فقط راندة سبولة، ومن بعد كملت غرب الحصيرة عادي جدا. المهم هاد نصف طوق مخدوم على 5 الغرزات، وفي الأسفل خدمت فقط على 3 ديال الغرازي. أما هاد الدرس هادي اللي غادي نخدم معاكم الآن هو درس خفيف وبسيط وسهل، يعني سهل جدا. ممكن أنكم تديروه في نصف طوق عريض أو رقيق بحال هذا. أول حاجة تدخلي البرا وتلوي 3 ديال اللويات على البرا وتطلعي الخيط بهذا الشكل. حاولي انك هنا تزيري الخدمه مزيان، ومن بعد ترجعي في هذيك الغرزه بحبكه واحده فقط. والان غنخدم ما بين هاد جوج ديال الضربات اللي على الثوب، غادي نخدم في الوسط ديالهم وغادي نجمعهم بهاد الغرزه هذه. الان هبط الخيط لتحت ولوي 3 اللويات، ومن بعد نطلع الابره بهذا الشكل. هنا دائما حاولوا ملي تطلعوا الابره زيروا هاد 3 اللويات باش يشدوا البلاصه ديالهم. هبطي الخيط لتحت ورجعي بحبكه وحده. هنا انا ممكن انكم ديروا جوج ديال الحبكات، خاصه الا كان عندكم نصف طوق عريض ممكن ديروا جوج الحبكات. انا فضلت لان نصف طوق عندي رقيق بزاف ففضلت ندير فقط حبكه وحده، جات مناسبه وعطات منظر رائع جدا لهاد الدرس ديال الواحد. المهم دابا درنا 3 اللويات وغادي نرجع فيها بحبكه، وكالعاده غادي نمشي نخدم ما بين هاد جوج ديال الضربات اللي تيكونوا على الثوب. بعد مرات تنضطر انني نتجاوز شي ضربه على الثوب ونخدم في الضربه اللي من موراها. علاش؟ على حسب الخدمه، يعني نتوما غتمشيو عينكم ميزانكم حتى ديروا الخدمه مقاده. دابا غادي نطلع هاد الغرزه هذه وغادي نكمل الخدمة بشكل عادي جدا. واخيرا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد نصف طوق هذا. المهم هذا هو الاسفل نصف طوق، خدمته على 3 شعرات، هذا هو الدرس. تيجي المنظر ديالو رائع جدا وخفيف ظريف كيف ما شفتوا معايا.
سهل وبسيط. المهم كنتمنى انكم تجربوا هذا الدرس هذا وكتبوا لي التعاليق الرأي ديالكم فيه. شكرا لكم كاملين، شكرا لكل شخص تيدعمني. المهم ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نخدم معكم الطرز الرباطي اللي غادي ندير في هاد الجلابة هادي. هاد الطرز الرباطي غادي يكون مهم ان شاء الله في الفيديو القادم، وتشوفوا معايا هذيك الطرزه كيفاش غادي ندير ليها وكيفاش غادي نمشيو معاها غير بشويه. كل مره نلوح لكم شويه غير باش نكملوا كل شكل، نشرح لكم كيفاش تطرز باش تكون عندكم نظره شامله. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين.